السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعلام ومعارك. بداية، كل عام أنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وبما أننا في شهر رمضان والأيام المباركة دي، فهننتقل من الحديث عن الأعلام الإسلامية للحديث عن المعارك. وفي الفيديو ده هنتحدث عن أولى المعارك التي خاضها المسلمون في تاريخهم. هنتكلم في الحلقة دي عن فاتحة الفتوحات وغزوة الإيمان، عن غزوة بدر الكبرى. سميت غزوة بدر بالاسم ده نتيجة وقوعها عند منطقة آبار بدر الشهيرة، وكانت هذه الموقعة العظيمة في 17 من شهر رمضان المبارك من العام الثاني للهجرة النبوية المبارك. عشان كده احنا قلنا رمضان نتكلم عن غزوة بدر. طبعا ممكن حد يسأل، طيب ليه قلنا غزوة وما قلناش معركة، برغم ان البرنامج اسمه أعلام ومعارك، فليه النوع ده من المعارك سمي بغزوة؟ خلونا الأول نعرف معنى كلمة غزوة. معنى كلمة الغزوة اصطلاحا هو ان الجيش يخرج من بلاده أو من موطنه قاصدا قتال أهل الكفر وانه يواجههم، ويطلق عليها كلمة غزوة إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس هذا الجيش، أو هو صلى الله عليه وسلم اللي أمر بإخراج هذا الجيش، وما سوى ذلك يسمى معركة. وفي بعض من روى قد يتوسع، والأمر يعني يسير، ولكن هذا ما اصطلح عليه أهل السير والتاريخ. يبقى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يقاتل فيها أو يرسل بعث تسمى غزوة، زي حال غزوة مؤتة مثلا، والتي لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى معركة. والغزوات بتنقسم إلى قسمين: غزوات هجومية كحال غزوة بدر وتبوك ومؤتة، أو غزوات دفاعية كحال غزوة أحد والخندق. والغزوة مصطلح إسلامي صرف، المعركة مصطلح تاريخي. وإحنا الحقيقة في البرنامج اخترنا كلمة المعركة عشان تكون أعم وأشمل، عشان إحنا إن شاء الله ناويين نتوسع أكثر خارج الغزوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأ كمان هنتكلم عن اللي تمت في عهد الخلفاء الراشدين وما تلاهم من الدول الإسلامية. فهلموا بنا نعيش أحداث أول غزوة في تاريخ الإسلام والمسلمين. اللهم غفر، كل الناس أبقه من عمر. تبدأ أنت أم نبدأ نحن أيها الشافعي؟ أهلا بكم أحبائي المتابعين. عشان نستطيع فهم الأحداث لأي غزوة أو معركة ونعيش معاها، مهم أوي نفهم الظروف التي أحاطت الغزوة دي، عشان نستطيع التعمق وفهم عظيم تدابير الله عز وجل، وإن إزاي حتى لو انتقصت الأسباب بل واختفت تماما، فنصرة الله عز وجل تبلغ المسلمين مهما كانت الظروف، وإنما تستجلب النصرة بالصدق والإيمان كما سيتأتى في الحديث عن غزوة بدر. وهنصنف الموضوع لأحوال ما قبل الغزوة. أحوال ما قبل الغزوة إن بعد الهجرة النبوية للمدينة المنورة وخروج معظم المسلمين هاربين بدينهم، وقد فقدوا بقى أموالهم وبيوتهم ومناصبهم وحياتهم وحالهم، فرارا من قريش وهربا من بطشهم والتعذيب الذي لحق بكبار وصغار المسلمين. وانتوا عارفين ما عانى منه المسلمين من أذى وتعذيب قريش، فقرروا بقى ان هم يذهبوا ويهربوا بدينهم ويستقروا في المدينة المنورة اللي كانت بتسمى قبل هجرة النبي يثرب. بدأ في الوقت ده الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يتفكر كيف يستعيد حقوق المسلمين التي سلبت من قريش، وكمان كيف يكسر شوكة قريش، لأنها القوة المحيطة بالإسلام والتي تبذل قصارى جهدها لوأد الرسالة في مهدها. أيضا تبلغ المسافة اللي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم على رأس أول جيش في الإسلام حوالي 165 كيلومتر مربع ما بين المدينة المنورة وبدر، ولم يكن معهم سوى 70 بعيرا يتعاقبونها، يعني كان كل شوية واحد يركب، الاثنين يمشوا يطلع كده وهلم جرة. أيضا المسلمين كانوا منهكين جدا، وقريش مغتاظين بشكل غير عادي، ويبحثوا عن أي فرصة يكيدوا المسلمين فيها، والفريقين في حالة ترقب شديد. شوف بقى ده الوضع والحالة قبل وقوع غزوة بدر. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفكير بسياسة مختلفة، فبدأ بالتفكير في مهاجمة قوافل التجارة بتاعة قريش اللي جاية من الشام،
ورحلات الشام دي كانت مهمة جدا بالنسبة لكبار قريش، لأن هي رحلات تجارة وبيروحوا وبيشتغلوا شوية وبيرجعوا بالمال وبالبضاعة، يشتغلوا في قريش ويبيعوا الحاجات ديت، فبتمثل ليهم يعني مدخل من المداخل الاقتصادية لبلدهم. وكانت الأموال على القوافل دي أغلبها لصناديد وكبار وزعماء قريش. بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن في قافلة رجع من الشام محملة بالثروات والأموال تقدر بحوالي 1000 بعير، يعني 1000 جمل شايلين الثروة دي. لكم أنكم تتخيلوا كمية الأموال، تخيل ما أقول لك 1000 عربية نص نقل مثلا شايلة ثروات، أو ربع نقل شايلة ثروات، 1000 عربية، فلكنك تتخيل. وكان على رأسها واحد من أكبر رؤساء مكة وهو أبو سفيان، ولم يكن أسلم آنذاك رضوان الله عليه وعلى الصحب الكرام. فكر الرسول صلى الله عليه وسلم إن أخذ مثل هذه القافلة سيشكل ضربة قاسمة لقريش، فمباشرة ندب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس للخروج لهذه القافلة عشان يروحوا بس يستردوا منها مالهم، ومعروف ان القوافل دي بتبقى الحراس عليها بسيطة وضعيفة وحاجات بسيطة. فاجتمع لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم 313 رجلا، معظم الناس دي كانوا منين؟ من الأنصار. ويقال ان هذا العدد هو عدد جند طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يشربوا منها، اللي هي المذكورة في قصتهم الطويلة في سورة البقرة. ولم يكن في 313 دول سوى فارسين، الزبير والمقداد، والباقي كلهم مشاة، يعني كل 3 بيتعاقبوا زي ما قلنا على بعير واحد. وخرجوا وهم يظنون أنهم لن يلقوا حربا كبيرة. وبالفعل أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، وده كان ظن النبي صلى الله عليه وسلم كمان، أرسل بعض الصحابة يتجسسان أخبار هذه القافلة. لما وصل الخبر أبو سفيان قائد القافلة، وكان معروف بذكائه ودهائه الشديدين، فلما علم بالأمر واستثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج له مع الصحابة، استأجر رجلا اسمه ضمضم بن عمرو الغفاري، وكلفه بالذهاب إلى قريش ليستنفرها لنجدتهم، الحقوا أموالكم هتؤخذ. وفي هذا الوقت كانت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم في قريش قد رأت رؤيا بهذا المعنى، وانتشر خبرها في قريش وسخر منها الناس، وعلى رأسهم أبو جهل لعنه الله. ولكن سرعان ما بان تأويل الرؤيا وعرفت قريش بحقيقة الخبر، فطبعا مجرد ما بلغهم الموضوع وهم أصلا يعني سخنانين، فثاروا جميعا وأسرعوا للإعداد لحرب المسلمين، وخرج كل من في قبائل العرب من رجال سوى قبيلة بني عدي. وبني عدي دي قبيلة مين؟ أيوة، قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أحسنتم. اللي خرجوا واجتمعوا من قريش بلغ تعدادهم، وهنسميهم الجيش المكي عشان لما نتكلم في الغزو نقول جيش المكي، تعرفوا أنه جيش قريش، بلغوا 1300 ومعهم 100 فارس و600 درع. ولما أجمعوا على المسير خافوا من غدر القبائل، زي قبائل بني بكر اللي كانت حوليهم، عشان كان في عداوة ومشاكل بينهم بين بعض القبائل، فخافوا أنهم لما يخرجوا بالجيش ده القبائل دي تغدر وتهجم على مكة. فكما تقول الرواية، فتبدى لهم إبليس لعنه الله في صورة سراقة بن مالك سيد بني كنانة، وقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، يعني روحوا وما لكمش دعوة، خلاص أنا هكفيكم لو أي حد حاول يهجم عليكم. نترك بقى قريش ونروح بسرعة لمين؟ لأبو سفيان اللي عايز يهرب من المسلمين. استخدم أبو سفيان ذكاؤه وحذره الشديد حتى استطاع أن يعرف موقع جيش المسلمين ببدر، ويحول خط سير القافلة نحو الساحل غربا، تاركا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر واللي اعتادوا أصلا يعدوا منه كل التجارة بتيجي بتعدي المكان ده على اليسار. وبهذا نجا بالقافلة وأرسل رسالة للجيش المكي بهذا المعنى، فهم الجيش بالرجوع. لكن فرعون هذه الأمة أبو جهل بسبب كبره وغبائه وظلمه الذي أعمى عينه صدهم عن ذلك وخلاهم ما يرجعوش. وعشان كده لازم تعرف إن أي شخص كافر وظالم وعنده كبر ثق أن الله سيهلكه ويأتيه من حيث لا يدري. قال الله عز وجل: سنستدرجهم
من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولكن قبيلة بني زهرة بقيادة الأخنس عصوا ورجعوا ولم يشهدوا غزوة بدر. وعشان ربنا قدر للجيش المكي هذا القدر المحتوم فجرهم إليه جرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. لم يكن يظن المسلمين أن سير الحرب سيتحول من إغارة على قافلة بحراسة صغيرة إلى صدام مع جيش كبير ومسلح يقدر بثلاثة أضعاف جيشهم. فعقد الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا واستشار أصحابه ليعرف يعني مدى استعدادهم لمواصلة الحرب المقبلة، وعرض عليهم مستجدات الأمر وشاورهم في القضية. والله عز وجل قال: وأمرهم شورى بينهم. فقام أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا وأحسنوا وبيّنوا أنهم لا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولا يعصون له أمرا. فأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر مرة تانية وقال: أشيروا علي أيها الناس. وكان يريد الأنصار، لأن زي ما قلنا إن أغلب الجيش طلع من الأنصار، ليتعرف استعدادهم لذلك. فقال سعد بن معاذ وهو أنصاري: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال الرسول: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك وعودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أرد، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله المهاجرين والأنصار، وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين. وبهذا احتشد المسلمون استعدادا لمعركة فاصلة ستشكل مستقبلهم، إما أن يستمروا وتتوسع دولتهم وينتشر دين الحق، أو أن يطفأ نور الإيمان والخير إلى الأبد. انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لتعرفوا كيف خطط المسلمون لهذه المعركة، وكيف استنفذوا الوسائل، وكيف أمدهم الله عز وجل بمدد من السماء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر كل الناس أفقه من عمر. تبدأ أنت أم نبدأ نحن أيها الشافعي؟